دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الطاقات الممتازة أبراج، يا ربي تكونوا بخير. الحظ مواتيكم. أول أخبارنا للحمل اللي تتعدد اللقاءات، هيك التصحاحة راك ما عندك وين هارب منها. الثور، الحالة العاطفية رهيبين البنين، أيامات وتتغير أحوالكم للأفضل. الجوزي، فما راحة استقرار بعد أيامات سلبية شوية، راهي الفترة هذه للقاءات المهنية. والسرطان، راهي تستنى فيك برشا حاجات مزيانة، راهي المفاجآت الممتازة باش تكون من نصيبكم. الأسد، تتغير الأحوال وتنجح في إتمام كل المهام. العذراء، صحيا نحبك تسيس، ترد بالك، وبالمناسبة راهو آخر أيامات جويليا، هوني نحكيو على 10 أيام الأخرى من جويليا، توعدك برشا خير. لكن الميزان، راهو نهار اليوم يحكي على بعض التقلبات، ميسالش كل شيء هون، أنت نحبك تصبر وإن شاء الله اللي جاي يا ربي يكون خير. العقرب، نهير واعد بالمفاجآت، راهي السعادة والفرحة إن شاء الله تكون من نصيبكم. وبرج القوس، من أجمل الأيامات، ما تنسيش أنه أنت حاليا متربع على عرش الحظوظ الزينة. إلي جدي، فما قرارات مهمة والحمد لله اسفر ينور حياتكم. الدلو، فما راحة استقرار، فما أخبار عاجلة تخص وضعيتك المهنية. ونختموا مع الحوت، وجود الجمرة في البيت الثاني بيت المال يخليك في قمة الحظوظ المالية الكبيرة. دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.